أخيرا وبعد طول شوق وانتظار جاء اليوم الموعود، نهار بداية الدوري، بداية التفاعل والفرح وربما الحزن، بداية الضغط النفسي، بداية النقاشات والآراء والتعليقات مع فريقنا البرتقالي، فريقنا الدمشقي. وبعد حيرة في القرارات في مكان الميدان الأول بين العباسيين والفيحاء، احتار جمهورنا الغالي واحترنا معاهم، فأتينا باكرين إلى الفيحاء وتحديدا قبل الصافرة بساعتين. فكان هذا المنظر، فكان الجمهور يشتري الأعلام، أعلام الوحدة بكل تأكيد، لأن أعلام المجد هي الأقل، لأن جمهورهم هو الأقل. هنا في نادي بردة في استاد الفيحاء سيحتضن أول لقاءات نادي الوحدة الدمشقي في بداية هذا الدوري لهذا الموسم الجديد. طبعا هنا اللقطة الأولى، بداية التسلق وبداية الاختراقات، لأن في النهاية كما دخل هذا المشجع سيخرج كل الجماهير بالتسلق من هذا الملعب. هنا كل الأجواء حاضرة، الأعلام البرتقالية، كل ما تريده حاضر، أجواء الدوري السوري المعتادة حاضرة. ولاحظوا أن هذا كله قبل ساعتين من اللقاء، فالجمهور يعلم صغر ملعب الفيحاء ويعلم مساحته الضيقة ويعلم ماذا سيحصل. فالعاشقون الأوائل جاءوا باكرين وباكرين جدا، ونحن هنا نحاول الدخول إلى أرض الميدان. بعد التفتيش نكمل معكم. إذن تجاوزنا الحدود وأصبحنا داخل الميدان لنحضر أول ديربي في هذا الموسم، أول ديربي دمشقي بين الوحدة البرتقالة الدمشقية والمجد الياسمين الشامية. طبعا المجد هو الذي يضيف فريقنا في هذا اللقاء، طبعا الديربي الأول في هذا الأسبوع، لأن لدينا ديربي آخر بين فريقي الشرطة والجيش في نفس هذا الميدان غدا بإذن الله. هنا الجماهير البرتقالية حاضرة بكل تأكيد، تتوالى دفعات خلف دفعات لحضور ديربي دمشق هنا في الفيحاء في ملعب يتسع فقط ل10,000 متفرج، لكن سنرى كيف سيزدحم هذا الملعب بالجماهير البرتقالية. هنا أول اللقطات في المنصة الرئيسية، الصورة العامة تعطي جماهير برتقالية أملأت المنصة والعلم البرتقالي الموعود الطويل وكتيبة حفظ النظام العسكرية بكل تأكيد. هنا قبل ساعتين من اللقاء جماهير البرتقالي حاضرة بكل تأكيد، وكتائب حفظ النظام حاضرة بهذا المنظر والتعليق لكم بكل تأكيد. أما عن حماس الجماهيري فهو مبتدئ منذ ساعتين، والصورة أبلغ من أي تعبير.